بسم الله واحد اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل، وإذا مع أسهل شرح لدرس صفحة 92 و 98 و 104 الجملة زائد الخبر من المبتدأ، شرح الدرس زائد الأمثلة زائد الأمثلة زائد الإعراب وخط التوضيح. الجملة الواقعة مفعولا به. تنقسم الجمل إلى قسمين: الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، والجملة التي لها محل من الإعراب. الجملة الواقعة مفعول به. الجملة الواقعة مضافا إليه، والجملة الواقعة خبرا، والجملة الواقعة جوابا للشرط، وأخيرا الجملة الواقعة حالا. تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. فما هو الخبر؟ الخبر هو الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ، ويتم معناها ويحصل به مع المبتدأ. تمام الفائدة. ويحصل به مع المبتدأ تمام الفائدة. ما هي أنواع الخبر؟ الخبر جملة فعلية أو اسمية، والخبر شبه جملة. ما هو الخبر المفرد؟ الخبر المفرد هو ما لم يكن جملة ولا شبه جملة، وقد يكون مفردا أو مثنى أو جمعا. ما هي أمثلة الخبر المفرد وإعرابه؟ الله رحيم، رحيم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الوالدان متأدبان، متأدبان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. المؤمنون إخوة، إخوة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما هي أنواع الخبر شبه جملة؟ شبه جملة جار ومجرور، وشبه جملة ظرفية. ما مثال الخبر شبه جملة؟ الناس في حاجة للعلم، في حاجة للعلم شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر. الله عنده حسن الثواب، عنده حسن الثواب شبه جملة ظرفية في محل رفع خبر. وما هي أنواع الخبر الجملة؟ الخبر قد يكون جملة اسمية أو فعلية، يشترط فيها أن تشتمل على ضمير يربطها بالمبتدأ يطابقه في الجنس والعدد. ما هو مثال خبر جملة اسمية وإعراب؟ طالب العلم سعيه مشكور، سعيه مشكور جملة اسمية في محل رفع خبر لمبتدأ. طالب. وما مثال الخبر جملة فعلية؟ المسلم يدعو الله وحده، يدعو الله وحده جملة فعلية في محل رفع خبر المسلم. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.